مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كريتيك مع باتريك. كنت وعدكم أنه نكمل معكم حلقات وما طول عليكم. اليوم بيسعدني أنه يكون معي الجميلة الشقراء اللي أنتم معودين أنا أكون معها في البرنامج معها على تلفزيون لبنان، الصديقة الزميلة مارينا كيروز اللي هي كمان بتعمل وبتشتغل بمجال الموضة. هاي مارينا، كيفك؟ هلو اشتقت لك كثير. باتريك، هاي لكل المتابعين تبعك. خلينا نخبرهم شوي عن شو بدنا نحكي اليوم باتريك. اليوم رح نحكي شوي عن الجونة لأنه أنا عملت حلقة مفصلة، رح نحكي عن تاني وتالت ورابع يوم تقريبا، بس مش كل اليوم، رح نحكي بشكل جنرال عام. فاشن تراست أريبيا ما كنت حكيت عنه قبل، هلأ أنا وياك كمان بدي كمان اليوم مش بس تكوني عم تسأليني، بدي كمان رأيك وبدي الانبوت تبعك كونك أنت كمان شخص يعمل بالموضة. ورح نحكي شوي عن الألوان اللي دارجة، شو القصص اللي عم تدخل على الموضة، صيحات خريف شتاء 2025 فاشن ترندز 2025. نعم، نبلش بالصيحات قبل ما بالألوان. بدي أسألك كيفك؟ كيفك بهالوضع؟ كتير مبسوط أول شيء أن اليوم موجودة معك بهالحلقة، إن شاء الله بنقدر نعمل حلقات تانية بأوضاع كتير بالأوضاع الصعبة اللي عم نعيشها. بس نحن مثل ما بنقول على طول بوزيتيف، رغم كل شيء لازم نتابع وما صح. لازم ولازم نكمل. نعم 100%. شو كنت عم تسأليني؟ كنت عم بسألك عن خريف شتاء 2024-2025، شو الألوان الدارجة لهالموسم؟ رح قلك شو الألوان اللي دخلت. نعم. جديد، وهو لون كنت عم بحكي عنه هيك تحت قبل ما بلش تصوير. أنا عم بقول تحت الهواء كأنه نحن على التلفزيون. هو اللون البني، اللون البني بكل تدرجاته، كان البني الفاتح، البني الغامق، البني المحمر، شو ما بتشوفوا ألوان بني هي دارجة، ولكن عفوا حسب البشرة. يعني أنت مثلا اليوم شقرة وعاملة تانينج، أكيد اللون البني بيلبق لك. يعني البني بيلبق أكتر للشقر، للشعر الأشقر، أو البني مع خصل بيطلع بينمزج أكتر مع هيدي الالوان الشعر، اكثر من مثلا السيد اللي بيكون شعره اسود اسود، لازم تروح اكثر على البني المحمر اللي فيه حمار اكثر، او على الوان البرغندي مثلا، البرغندي، الهافان، البوردو. يعني هيدا الالوان بالحسب، كمان في اشخاص لما يحطوا الالوان عليهم اكيد رح يعرفوا، اكيد انا باكد لك انه المتابعين صاروا بيعرفوا لانه بتابعوا وبيشوفوا صور كثير على انستغرام. كل انسان بيعرف شو اللون اللي بيلبق له، وفي شيء بيلعب انتم دور ايجابي عندكم اكثر من نحن كرجال، انتم انه فيكم تتحكموا بالميك اب، يعني فيكم بتغمقوا بتفتحوا اللون الحمرة كثير بأثر عندكم، الاي شادو كمان بأثر عندكم اوقات، كمان البلاش الفاونديشن، الشعر عندكم اذا غمقتوا شوي فتحتوا شوي، يعني انتم فيكم تزعلوا، نحن ما كثير فينا نزعل. اكزاكتلي. علما انه البني كمان لابق كمان سوري مش لابق عفوا عم نحكي سريعا، كمان دارج، كمان يعني دخل بمودة الرجال، صرنا بنشوف بدله من فوق لتحت مثل ما كنا نشوف بالسبعينات وبالثمانينات، مونوكروماتيك بدلة كلها هافان او بدلة كلها بني، او كنا قبل مثلا نشوف اكثر الشوز مع البلت بني معتمد. نعم. هلا لا، رجعت مودة البدلات باللون البني، بالهافان، بالكامل، كامل كثير حلو، كل شيء تراكوتا، كل شيء ايرث كولرز. هل انت مع المونوكروماتيك باتريك؟ طبعا احلى شيء حتى للرجل، خاصة للرجل أكثر من الامرأة، لأنه بيوحد اللون، بيصلح الجسم، الألور تبع إن كان السيدة وإن كان الرجل، شكل الجسم بيصير أحلى. يعني أنت لما توحد اللون من فوق لتحت يعطي طول كمان، يعني الشكل بيطلع أحلى وبتعطي إلوجن أنه أنت أطول أطول، يعني للمرأة القصيرة كمان أحلى أنها تلبس طبعا مع كعب. أما بالنسبة للألوان باقية اللي درجة غير البراون والبرغندي 100% بالشتاء، عم نحكي بالشتاء حتى بالأكسسوارات، على الأكسسوارات الباكس الساكيت كجلد، يعني عم نحكي صح. بس نحكي برغندي كمان شوز وأكسسواريز وكلاتش وبال، كمان الأوليف جرين بالشتاء كثير درجة، الكاكي زيتي عم نحكي يعني صح. لا مش الزيتة،
أكثر في فاتح في أندرتون على يلو شوي. صح على يلو أكثر على ذهبي أكثر. هلا أكيد نحن عم نحكي الصور عم تبين في كمان رجعة كثير قوية عند الرجال وعند النساء للون الكاكي اللي كان بمحل من المحلات ما كنا كثير عم نشوفه. هلا لما نقول في عودة للون مش معناتها إنه هو ما كان موجود، لأنه في سيدات مثلا بيقولوا إنه لا نحن طول عمرنا بنلبس أوليف جرين، طول عمرنا بنلبس كاكي، بس انه بيكون بالباليت تبع السنه يعني طول عمرنا بنلبس مثلا يعني ارماس بشو باي الوان مشهور الاورنج مثلا الاورنج الهافان الكامل نعم. اوكي وحتى البوردو بس انه لما يكون في عوده بيكون في كتره اكثر، بيكون في موديلات اكثر، بيكون في تكستشرز اكثر. مثلا الكروكو هلا راجع، اما بالنسبه للانيمال برينتس فاتريك هلا هو موضوع بعد درجه وما بحياه الانيمال برينتس بتكون هذا. بس شو اللي بيفرق؟ اوقات بتلاقي مثلا ليوبرد اكثر، ليوبرد برينت موجوده اكثر مثلا من الزيبرا. نعم بس مش معناتها انه ولا مره الانيمال برينت، مثلا في فتره صرنا نحس انه انه التايجر برينت هي لا شيء حتى كانت دارجة. صح هلا بتعرفي شو دارج كمان؟ ايش معنى التايجر؟ دارج هلا الفورست برينت يعني كل شيء صح فورست جرين برينت رح نشوفها كثير على السطين عندكم، كانت كمان مبلشة قبل ورح تكمل. دارج مثلا كمان البوهيميان شيرت يعني هيك البلوز اللي بتكون مثلا معمولة كلها بالشيفون او بالحرير بس فيها طابع البوهيميان. لما نقول بوهيميان مش معناته انه ما تكون البوهيميان الدارج بوهيميان شيك نعم الكلاسي، ودارج القمصان البوهيميان هلا رح فرجي انماط مثلا تكونوا لابسينها مش ضروري مع بنطلون رسمي مع جينز اوكي حلو الكومبيني باتريك. هل انت بتحبه؟ انا بحبه بالقمصان اكثر. نعم. يعني انا بحبه بالقمصان الكاجوال كل شيء ويندو بين. حكينا انا بتذكر كان شي سنه ونص انا وياك كان في عوده كثير قويه للتارتن وللويندو بين يعني هيدي بس مش هلا مش هالسنه هو كان في عوده بس مش معناتها اذا موجوده انه هلا هون نقول لهم انه لا هو حتلبسون لانه هلا مش لانه ممكن نحن عم نحكي هلا بيكون في كولكشن عند مصمم معين مركز على هذا. انا بحس بكل موسم بيدخلوها شوي يعني كل المصممين. اما بالنسبه للون الاسود باتريك دائما هلا انا ما بحب أنا الاسود، انا لوني المفضل، انت لونك المفضل انا لا، بس انه بنضطر اوقات نقطع بكل الالوان نقطع بكل الالوان خاصه انه بس يقولوا لك انه الاسود سيد الالوان، ولكن فينا ننكر انه الابيض مسيطر ما صار له 5 سنين مسيطر وكان the new black. نعم وحتى بالشتاء يعني بالشتاء يعني ما كنا نشوف بالشتاء white coat مزبوط. ما كنا نشوف كتير سيدات common انه يلبسوا bags باللون الابيض مع شوز ابيض ما كان حدا. حتى انا بتذكر انه من 10 سنين لورا انه اذا سيدة عندها قليلة تشوف سيدة عندها high heels ابيض أو حتى أوف وايت يعني أو أوف وايت حتى نعم. أو شاكات جلد بيضة مثلا لا هي تريندي إنك وبس نقول له رجعة مش ضروري دغري من أول سنة نشوف لأنه أوقات تاخد معك الشغلة سنة سنتين ثلاثة لتتعود عليها. بتتذكري لما درج الكيب هلا عم كنا ما تقبلوا الناس دغري من أداء اللي صعب زهير مراد بيعملوا لكم جامسوت مع كيب فستان مع كيب نعم. أول شيء بلش مع الفنانين بعدين اللي عنده جرا اكثر انه بعدين هلا صاروا يتقبلوا هلا كثير هلا يعني حتى يعني الكيب لحاله مش انه حتى موضوع هيك رويال انا بحب كنا دائما نشجع. هلا ما بقى تجيك ست اذا الفستان ما في كيب لا بدنا كيب بس شفت قد ايه بتاخذ وقت او اكثر العالم تتقبله ويرجع يصير يستعملوا من هلا اللون البني بدهم يشوفوه كثير عند مصممين ليقتنعوا فيه. مثلا شفناه للبرغندي وللبراون شفناه عند زهير مراد بالأوت كوتور وشفنا كتير مودلز لبسوا الألوان البني وأنا هون بدي حييها على مايا دياب لأنه من قبل ما يدرج اللون كتير عملت فوتوشوت لهيدا الألوان اللي بتلبق للكامل الكراميل الموكا
البراون وبالفعل بيلبق له بالفعل هيدا الالوان انا بشوفها دغري بيونسي ما يعجبني مزبوط مع شعره لون بشر. هلا صار فينا نشوفها على نجوى كرم exactly. هلا نجوى ما راح احكي كثير عنها لا ما بقى تقولوا لي ليش ما عم تحكي انه ما بتحب انا بموت بنجوى ولكن بدي اعمل حلقه خاصه لما يخلص كل عرفز جات تالنت ساعتها نستعرض كل الحلقات ما بدي اقسمه نعمل حلقة خاصة بركي ما عملها نرجع بركي نعملها أنا بحبها لأنا جوا كرم لأنه